السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم من قارة أوروبا، تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى. هنتكلم عن نتائج مباريات اليوم الاثنين الموافق 15/11/2021، اليوم الثاني من الجولة العاشرة، الجولة الأخيرة من التصفيات. في ناس بتقولك ليه جولة عشرة؟ ما هو في منتخبات تلعب ممكن تكون الجولة الثامنة. هقول لك لا، هو اول خمس مجموعات عباره عن كل مجموعه خمس منتخبات، فكل منتخب هيلعب اربع مباريات ذهاب واربع اياب، يبقى عندك ثمان مباريات، فبالتالي اول خمس مجموعات كل منتخب بيلعب ثمان جولات. اما الخمس مجموعات اللي تحت اللي هو من اول المجموعه السته لحد المجموعه العاشره هم عباره عن ست منتخبات، كل منتخب هيلعب خمس مباريات ذهاب واياب، فيبقى 10 مباريات، فبالتالي 10 جولات بس للتوضيح يعني مش اكتر. اليوم الاثنين 15/11/2021 ايرلندا الشماليه تعادلت امام ايطاليا 0-0، وسويسرا فازت على بلغاريا 4-0. خلي بالك لو انت عرفت لوحدك قشطه، ما عرفتش هقول لك بقى في ترتيب المجموعات. النتيجه دي بتقول ان ايه، سويسرا هي اللي تاهلت لكاس العالم كمركز اول، اما ايطاليا فهتروح ملحق اوروبا، وهنشوف الكلام ده برضو نتاكد منه في ترتيب المجموعات. احرز اهداف سويسرا الاربعه نوا اوكافور في الدقيقة 48، روبن فارغاس في الدقيقة 57، سيدريك ايتن اي ايتن دي سيدريك ايتن في الدقيقة 72، ممكن اكون بقرا اسمه غلط برضه، ريمو فريلير في الدقيقة 91. متابعينا الكرام، النمسا نفذت على مولودوفا 4-1، احرز اهداف النمسا ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 4، كريستوفر تريميل في الدقيقة 22، ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 55 من ضربة الجزاء، ولاعب لوفيزيتش اللي ما علينا في الدقيقة ايه 83. هدف مولودوفا جه في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب نيكولا سيوكو، على اسف تقريبا هو اسمه كده. الكانوس الكازر خسر من اسف للاسف يعني الكانوس الكازر فاز على جزر فارو 3-2. طيب مش مهم الكلام ده. اسكتلندا فازت على الدنمارك 2-0، احرز الاهداف جون سوتار في الدقيقة 35 وفارد ادمز في الدقيقة 86. البانيا فازت على اندورا 1-0، احرز الهدف سيكيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 74. بولندا خسرت أمام المجر 1-2، وبرضه هزيمة بولندا دي تقول إن في حوار كده، هو أكيد إنجلترا هي اللي تأهلت لأنها فازت 10-0، هقول لك دلوقتي. هدف بولندا عن طريق كارول سويدريسكي في الدقيقة 61. هدفي المجر في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب تشيفر ودانيال غازداغ في الدقيقة 80. سان مارينو خسر أمام إنجلترا 0-10، خد معايا بقى العشرة أجوان دول. في الدقيقة 6 افتتح التهديف ماجواير، بعد كده اللاعب فيبيري في الدقيقة 15 سجل هدف نفسه ويلعب بسان مارينو، بعد كده سوبر هاتريك هاري كين في الدقيقة 27 ضربة جزاء، في الدقيقة 32 هدف، وفي الدقيقة 39 ضربة جزاء، وفي الدقيقة 42 هدف، سوبر هاتريك هاري كين. بعد كده في الدقيقة 58 يسجل الهدف الكام ده بقى؟ 1 2 3 الهدف السادس السابع عذرا سميث روي، وبعد كده في الدقيقة 69 من غيز او طايره من غير سجل الهدف الثامن، الهدف التاسع بعد كده عن طريق تامي ابراهام في الدقيقه 78، وساكا عشان مروان سري يفرح في الدقيقه 79 يسجل الهدف العاشر. متابعينا الكرام، عندنا بدات الجوله امس الاحد 14/11/2021، كرواتيا فازت على روسيا 1-0، مالطا خسرت من سلوفاكيا 0-6، سلوفينيا فازت على قبرص 2-1، ارمينيا خسرت من المانيا 1-4، ليختنشتاين خسرت من رومانيا 0-2، شمال مقدونيا فازت على ايسلندا 3-1، البرتغال خسرت من صربيا 1-2، لوكسمبورغ خسرت من ايرلندا 0-3، اليونان تعادلت امام كوسوفو 1-1، واسبانيا فازت على السويد 1-0. بكره باذن الله تعالى الثلاثاء 16/11/2021 توقع لي المباراه اللي اقول لك عليها دي، اخر مباريات الجوله الاخيره. الجبل الاسود هيلعب امام تركيا، توقع هذه المباراه. هولندا امام النرويج مباراه قويه، توقع لي هذه المباراه. فنلندا امام فرنسا مباراه قويه ايضا، وويلز امام بلجيكا. توقع الاربع مباريات دول او الخمس مباريات دول. ودلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات وترتيب الهدافين. المجموعه ايه طبعا لعبت مبارياتها في الجوله الاخيره اللي هي الجوله الثامنه عشان هم خمس منتخبات. صربيا تاهلت لكاس العالم في المركز الاول ب 20 نقطه، البرتغال في المركز الثاني ب 17 نقطه وتاهلت للملحق الاوروبي، ايرلندا في المركز الثالث ب 9 نقاط، لوكسمبورغ المركز الرابع ب 9 نقاط، اذربيجان المركز الخامس والاخير بنقطه واحده. المجموعه بي، المجموعه الثانيه اسبانيا في المركز الاول ب 19 نقطه تاهلت الى كاس العالم، السويد المركز الثاني ب 15 نقطه وتاهلت الى الملحق الاوروبي، اليونان المركز الثالث ب 10 نقاط، جورجيا المركز الرابع ب 7 نقاط،
كوسوفو في المركز الأخير الخامس والأخير بخمس نقاط. مجموعة سي، المجموعة الثالثة، لعبت مبارياتها اليوم في الجولة الأخيرة. سويسرا بعد الفوز 4-0 زي ما قلت فازت أو تأهلت لكأس العالم رسميا في المركز الأول ب 18 نقطة. إيطاليا المركز الثاني ب 16 نقطة بعد التعثر أمام أيرلندا الشمالية، كان عندها فرصة هي اللي ضيعتها. بعد التعثر أمام أيرلندا الشمالية إيطاليا في المركز الثاني ب 16 نقطة إلى الملحق الأوروبي. يبقى كده عندنا الملحق الأوروبي في البرتغال وفي إيطاليا، يا نهار أبيض، والسويد، ده ثلاث منتخبات نار. متابعين الكرام، عندنا المركز الثالث أيرلندا الشمالية ب 9 نقاط، بلغاريا المركز الرابع ب 8 نقاط، ليتوانيا المركز الخامس ب 3 نقاط. المجموعة دي المجموعة الرابعة، فرنسا في المركز الأول لسه ما لعبتش مبارياتها كلها في الجولة الأخيرة. فرنسا حاليا في المركز الأول و15 نقطة وتأهلت إلى كأس العالم طبعا مع سويسرا وأسبانيا وصربيا لحد دلوقتي. فنلندا في المركز الثاني ب 11 نقطة، أوكرانيا المركز الثالث ب 9 نقاط، البوسنة والهرسك المركز الرابع ب 7 نقاط، وكازاخستان المركز الخامس والأخير ب 3 نقاط. دلوقتي احنا عندنا فنلندا هتلعب بكرة بإذن الله تعالى أمام فرنسا، وأوكرانيا هتلعب أمام مش عارف كازاخستان أو البوسنة والهرسك. هتلعب البوسنة والهرسك عذرا، عشان هما الأربع منتخبات دول لعبوا 7 مباريات بس. دلوقتي أوكرانيا ممكن هتلاعب فريق ضعيف زي البوسنة والهرسك ممكن تكسبه، أما فنلندا هتلاعب فريق قوي زي فرنسا. على حسب بقى ديدمي ديشامب هيلعب بأنهي فرقة أمام فنلندا، لو لعب بفرق ضعيفة بحيث إن هو بيجرب كل اللعيبة، هو كده كده متأهل لكأس العالم، يبقى ساعتها فنلندا هتفوز. ما كانش يبقى فنلندا مش هتفوز، وحتى لو اتعادلت وأوكرانيا كسبت الفريق اللي هو البوسنة والهرسك، أوكرانيا لو بس لازم تجيب أجوان كتير يعني، لأن عندها الفريق نقطة هدف واحد لفنلندا، لازم أوكرانيا تفوز 2 3 4 كده ولا حاجة 4-0. بحس كمان لازم كمان فنلندا تتعادل أو تخسر، غير كده يبقى مبروك على فنلندا الملحق الأوروبي. مجموعة إيه؟ المجموعة الخامسة، بلجيكا في المركز الأول ب 19 نقطة وتأهلت لكأس العالم رسميا، وهتلعب أمام ويلز بكرة بإذن الله تعالى، صاحب المركز الثاني ب 14 نقطة، تشيك المركز الثالث ب 11 نقطة، إستونيا المركز الرابع ب 4 نقاط، والأربع منتخبات دول لعبوا 7 مباريات فقط. أما بيلاروسيا في المركز الخامس والأخير ب 3 نقاط، وطبعا لعبت مبارياتها كلها. بلجيكا وويلز، ويلز محتاجة التعادل فقط عشان تتأهل للملحق الأوروبي، أما التشيك فلازم تكسب وويلز تخسر، غير كده مفيش حاجة هتحصل. طبعا عندنا بلجيكا تأهلت لكأس العالم رسميا. المجموعة اف، المجموعة الستة، الدنمارك المركز الأول ب 27 نقطة، هي خسرت صحيح النهاردة ولكن هي متأهلة من قبل كده أصلا إلى كأس العالم. اسكتلندا المركز الثاني ب 23 نقطة وتأهلت رسميا إلى الملحق الأوروبي. الكيان الصهيوني القذر المركز الثالث ب 16 نقطة، النمسا المركز الرابع ب 16 نقطة، جزر فارو المركز الخامس ب 4 نقاط، ومولدوفا المركز السادس والأخير بنقطة واحدة. مجموعة جي، المجموعة السابعة، هولندا في المركز الأول ب 20 نقطة، تركيا المركز الثاني 18 نقطة، النرويج المركز الثالث ب 18 نقطة، والمنافسة بين الثلاث منتخبات دول هتبقى قوية جدا، مين هيبقى متأهل لكأس العالم ومين للملحق الأوروبي. لو قلنا اسكتلندا الملحق الاوروبي صح؟ طيب النرويج المركز السادس ب 18 نقطة، الجبل الاسود المركز الرابع ب 12 نقطة، لاتفيا في المركز الخامس ب 6 نقاط، وكمال ترك المركز السادس والاخير بدون نقاط. مجموعة اتش، المجموعة الثامنة، لعبت مبارياتها في الجولة الاخيرة خلاص، كرواتيا طبعا تأهلت لكأس العالم 23 نقطة، روسيا في المركز الثاني وتأهلت للملحق الاوروبي ب 22 نقطة، سلوفاكيا المركز الثالث ب 14 نقطة، سلوفينيا المركز الرابع ب 14 نقطة، قبرص المركز الخامس بخمس نقاط، مالطا المركز السادس والأخير بخمس نقاط. مجموعة أي، المجموعة التاسعة، إنجلترا في المركز الأول، ده كسبت 10-0 النهاردة ب 26 نقطة، وتعثرت بولندا وخسرت فأتاحت المجال لإنجلترا. يعني هي إنجلترا كانت خايفة إنها تتعادل أو تخسر، لأن لو حصل كده، لأ كانت خايفة تخسر، بس لو تعادلت كان قشطة، كانت خايفة تخسر لأن ساعتها بولندا يعني لو كانت كسبت كانوا هما الاتنين 23 نقطة، ولكن دلوقتي خلاص حسم الموضوع. انجلترا في المركز الاول ب 26 نقطه تاهلت لكاس العالم، بولندا المركز الثاني ب 20 نقطه، البانيا المركز الثالث ب 18 نقطه، المجر المركز الرابع ب 17 نقطه، اندورا المركز الخامس ب 6 نقاط، سان مارينو المركز السادس والاخير بدون نقاط. دلوقتي انجلترا عندها 26 نقطه تاهلت لكاس العالم، وبولندا في المركز الثاني تاهلت ل اسمه ايه، تاهلت لايه، نور الدين للملحق الاوروبي. مجموعه جي، المجموعه العاشره والاخيره، المانيا في المركز الاول تاهلت لكاس العالم 27 نقطة، شمال مقدونيا المركز الثاني تأهلت للملحق الأوروبي 18 نقطة، رومانيا في المركز الثالث ب 17 نقطة، أرمينيا المركز الرابع ب 12 نقطة، أيسلندا المركز الخامس ب 9 نقاط، وليختنشتاين المركز السادس والأخير بنقطة واحدة. يبقى عندنا الفرق المتأهلة أو المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، خد مني ألمانيا أدي واحد، إنجلترا كده اتنين، كرواتيا كده تلاتة،
الدنمارك كده 4، بلجيكا كده 5، فرنسا 6، سويسرا 7، اسبانيا 8، وصربيا 9. فاضل منتخب واحد بس اللي هو في المجموعة بتاعت هولندا وتركيا والنرويج، مين فيهم هيتأهل لسه هنعرف بكرة بإذن الله تعالى. المتأهلين الملحق الأوروبي هم شمال مقدونيا دي 1، بولندا كده 2، روسيا كده 3، ومين تاني، اسكتلندا كده 4، هنا لسه الموضوع ما اتحسمش كده 4 لحد دلوقتي، وهنا نفس الكلام، ايطاليا كده 5، والسويد كده 6، والبرتغال 7. فاضل 3 منتخبات من ال10 مجموعات هيتأهلوا للملحق الأوروبي، ويكون معاهم مجموعتين منتخبين من اليورو اللي هم ما تأهلوش لكأس العالم وكان أدائهم كويس في اليورو. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. طبعا متصدر الهدافين اللي احرز سوبر هاتريك اليوم هاري كين في المركز الاول، لاعب منتخب انجلترا ب 12 هدف. المركز الثاني ممفيس ديباي لاعب هولندا ب 11 هدف. المركز الثالث الكسندر ميتروفيتش لاعب صربيا ب 8 اهداف، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بولندا. وفي المركز الرابع انطوان جريزمان لاعب فرنسا ب 6 اهداف، ودون كريستيانو رونالدو لاعب البرتغال، وتيمو بوكي لاعب فنلندا، واندريس لاعب الدنمارك. بعد كده لا اندريس ده في المركز الخامس ب 5 اهداف، هذا ساهم معه بركه المز لاعب تركيا، وايرن غالاند لاعب النرويج، وإليكاي غوندوغان لاعب المانيا، ويواكيم مهلي لاعب الدنمارك، وماركو لاعب النمسا، وروميلو لوكاكو لاعب بلجيكا، وسيرجي جنابري لاعب المانيا، وتيمو فيرنر لاعب المانيا، وادم بوكس لاعب بولندا، وجيرسون لاعب لوكسمبورغ، وكارول لاعب بولندا. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، بعتذر جدا على الإطالة، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.